لو عايز تصحصح مطعمك لازم تكون جزء من الفعاليات المهمة اللي بتحصل حواليك بس اللي تليق بيك. لان الموضوع ده من اهم الطرق الغير تقليديه للتسويق للمطاعم، وبتعمل كده ريفرش لمطعمك. التسويق من خلال الاشتراك في الفعاليات والمهرجانات الخاصه بالاغذيه والمشروبات، يعني تاخد مطعمك وتروح تفتح في مكان عامل فعاليه او مهرجان خاص بالاكل. ومن اهم الفعاليات اللي بتحصل سنويا في المجال ده فعاليه كانتين الشاطئ اللي بتكون على شاطئ جميره وبالتحديد في كايت بيتش. الفعاليه دي بتضم مجموعه كبيره من عربيات الطعام واكشاك مخصصه لبيع الاكل، وكمان مساحة كبيرة للأطفال وفعاليات ترفيهية يوميا، ومستمرة لمدة 17 يوم لغاية 7 مايو من الساعة 4 عصرا لغاية 12 مساء. فعالية كانتين الشاطئ بتكون خلال مهرجان دبي للمأكولات، ومش بس المهرجان ده، في كمان مهرجان أبوظبي للمأكولات. في الكومنتس عايزكم تقولولي ايه المهرجانات او الفعاليات اللي بتحصل في البلد اللي انتوا فاتحين فيها مطاعمكم. انا يونس ودي عيادة المطاعم من فعالية كانتين الشاطئ في دبي، واستنوا الفيديوهات الجاية.